حديث عن تقييم الموسم الفلاحي الحالي، ما يمكنش نخرجوا على ثلاثة ديال التوصيفات: جيد، متوسط، الى ضعيف. وهذا الشيء اللي استحضرنا الجغرافيا. كاين مناطق اللي كان فيها الموسم الفلاحي جيد لا باس به، وكاين مناطق اللي كان فيها متوسط ضعيف. لكن على العموم هذه سنه جافه، والجفاف تقريبا هذه الموسم الثالث اللي كان فيه الجفاف. هذا الشيء اثر بشكل اساسي مثلا على الحبوب للانتاج ديالها غادي وكيضعف، وهذا اشكال تطرح وكيجعلنا اننا نستوردوا اكثر الحبوب. هذه السنه تزامنت مع الجائحة ديال كوفيد 19 اللي أثرت بشكل أو بآخر على شريحة واسعة من الفلاح. هنا كنستحضروا الأمر ديال التسويق، التنقل إلى آخره. لكن هذا الموسم هذا كيف قلنا بالنسبة للحبوب هذا إشكال تطرح. إلا استحضرنا الشمندر السكري يمكن نتكلموا على موسم لا بأس به إلى جيد، ولكن كذلك استحضار المناطق. إذا تكلمنا على الجهة ديال الشرق بالنسبة للإنتاج كان قياسي، بالنسبة للوكوس كان إنتاج قياسي، بنملال كذلك كان لا بأس به. الجهة ديال الدار البيضاء سطات، سيدي بنور، عبدة، إقليم الجديدة، ولاد فرج كان إنتاج متوسط إلى لا بأس به. يعني كان الإشكال اللي تطرح هذا العام هو ندرة المياه اللي كتأرق كل عام، تأرق الفلاحة، وخاصنا التفكير بشكل جدي في محاولة يعني أننا نواجه هذه المعضلة هذه اللي هي ماشي وليدة العام هذا أو يعني تقريبا هذا تراكم ديال السنوات. لكن النقطة الإيجابية، نقطة الضوء هذا الموسم، هو التدشين ديال صاحب الجلالة في الجهة ديال سوس ماسة، وخاصة في منطقة ديال شتوكا، لواحد المحطة ديال التحلية اللي عندها أهمية استراتيجية وكبيرة، وغادي تحل جزء كبير من المشاكل ديال المياه بالنسبة للمياه المستعملة لغرض السقي، وكذلك مياه الشرب بالنسبة لأكادير الكبير. هذا المشروع الضخم بطبيعة الحال غادي ينعكس بشكل إيجابي على الإنتاج الفلاحي بجهة سوس ماسة، والمجهود اللي تبذل في الجهة ديال سوس ماسة ممكن نتكلموا على الخمس على المستوى الوطني. هذا من جهة. إذا تكلمنا كذلك من الإيجابيات بطبيعة الحال هو هذا الموسم هذا، وكنشوفوا الحس ديال المهني ديال التعاونيات غادي وكيتطور، وهذا بشكل ايجابي على مستوى الانتاج، على مستوى تقديم المنتوج، التعليب ديالو الى اخره. كذلك التسويق، بدات التعاونيات كتشتغل بحس تسويقي احترافي، ولا استحضرنا جائحة ديال كوفيد 19 كانت وسائل التواصل الاجتماعي كانت حاضره بشكل كبير، وهذا بطبيعه الحال انعكس بشكل ايجابي على عدد كبير، على يعني عدد يعني لا باس به من التعاونيات. جانب اساسي اللي كنعتقد من خلال يعني مواكبتي الفلاحين هو يعني نمو واحد، نقدروا نتكلموا على واحد الشريحه عمريه اللي هي مهمه ممكن ترفع القاطره ديال التنميه في المجال الفلاحي. هنا كنتكلم على الشباب، المكون الشباب ابناء الفلاحين اللي كيشتغل في اطار تكتلات جماعيه، تعاونيات، تنظيمات مهنيه، وهذا غادي يساهم بشكل كبير في تطوير القطاع الفلاحي في مناطق مختلفة في الشمال، في دكالة، يعني إلى آخره. هذا جانب. طبيعة الحال دائما مشكل ديال المياه خصو تفكير يعني بشكل عميق من أجل الحل ديالو. أمور أخرى بطبيعة الحال اللي هي أساسية، كيف كنعرفوا أن الكسيبة هي البنكة ديال الفلاح. هذا الموسم كنعرفوا أن الأسواق تغلقات تقريبا من الأسبوع الثالث أو الرابع ديال شهر مارس، يعني تزامنا مع الجائحة ديال كوفيد 19 للوباء اللي صاب البلاد وصاب العالم بشكل عام. الأسواق يعني تغلقات، الفلاح تأثر. كنعرفوا أن السوق هو هذيك البورصة اللي كتحرك فيها الماشية، وهذيك الأموال هي باش كيخدم بها الكساب، يعني كيروج بها المعيشة ديالو، كيعلف بها إلى آخره، كيخلص بها القرض، كيخلص بها مول العلف، كيخلص بها الخدامة إلى آخره. هاد الامور اثرت بشكل سلبي في الفلاح. والحديث عن عيد الاضحى غادي يكون ما غاديش يكون يعني خلق واحد النوع من النقاش اللي هو نقدروا نتكلموا على نقاش صحي، ولكن خاصنا دائما نستحضروا فيه المصلحه العامه. المصلحه العامه فيها طرفين، فيها الطرف اللي هو الكساب اللي كيبذل مجهود كبير، وكنحييه بهذه المناسبه، وكنحيي الفلاحه كاملين اللي ابانوا على واحد الدور ما يمكنش نفرطوا فيهم، وما يمكنش نستهنوا بالقدرات والخدمه اللي خدموها في هذه الجائحه ديال كورونا، لان يعني وفروا لنا الانتاج جميع المنتوجات الفلاحيه الحمد لله، واستطعنا بالمقابل اننا نصدروا مجموعه من المنتوجات الفلاحيه اللي غاده تعود بالنفع على البلاد. رجع للكساب بطبيعه الحال، يعني الفائده خصها تعم على الكساب والفلاح، والتعم كذلك ما يتاثرش المستهلك. اذا هنا التفكير خصو يكون بشكل جدي
في ايجاد واحد المقاربه وسطيه اللي كتضمن الحق للطرفين. الفلاح ضرب تماره خدم ووجد الكسيبه ودخل العلف في رمضان وشهرين قبل من رمضان، يعني هذه خدمه كلها مهمه كتحتاج منا جميعا اننا نساندوا هذا الفلاح ونقلبوا على بعض الحلول اللي ما تضيعش الحق ديالو. كنعرفوا ان الكسيبه ما تباعتش هذه شهرين، الاسواق الحمد لله بدات كتحل، النسبه ديال الحركه ديال البيع والشراء بدات شويه كتحسن، وكنتمنى بالمقابل ان يكون حل اللي يفيد الطرفين ويكون في مصلحه الكساب والفلاح اللي خدم بشكل كبير. انا في اعتقادي ان عيد الاضحى هو سنه بطبيعه الحال، والامر يعود لاهل الحل والعقد واماره المؤمنين في هذه المساله هذه، لكن ما كنظنش ان الهم ديالنا حنا كمغاربه كاملين هو ان الفائده تكون تعم وتعم على الفلاح. قلنا الكسيبه هي البنكه ديال الفلاح، هي باش غادي يروج العام ديالو. كاين في بعض المناطق اللي الموسم الفلاحي فيه جوج ديال الاشياء، فيه الحبوب وفيه الكسيبه. يعني كنعتقد ختاما ان اشياء كثيره خصها تخدم، والقطاع الفلاحي قطاع واعد، وازمه كورونا بينات حاجتنا المجال الفلاحي، حاجتنا الانتاج الوطني، حاجتنا تشجيع الاستهلاك على الانتاج الوطني، وهذا الشيء ماشي صعيب. وكنتمنى يعني الخير والرباح للفلاحه ديالنا وفلاحتنا الوطنيه.